والله السنة كانت كتير حلوة، الأجواء كانت كتير حلوة وبسطنا، والسنة الماضية ما طلعنا كان في كورونا، وإن شاء الله كل عيد وأنتو بخير، وإن شاء الله السنة الجاية نطلع على سوريا نحتفل مع أهلنا وحبابنا وناسنا. أهنئ كافة الشعب الكردي على هذا العيد المبارك، وكل الذين يحبون هذا العيد من جميع الفئات عربا وكردا ويزيديا، وكما أن أتمنى أن يعم هذا العيد على جميع الناس بالخير والعطاء والسلام الدائم. في الحقيقة الإنسان دائما يبحث عن السلام، وليتنا نذوق هذا السلام. ونحن هنا في أقليم كردستان نخرج بهذا العيد بكافة راحتنا، وممنونون من الذين يتابعون هذا العيد. في الحقيقة أهنئ كل الشعب الذين يعايدون العيد في سوريا. بتمنى لهم السعادة وججنا وبيروز به، وعيد هون كتير كان حلو ووضع تمام، وطلعنا وانبسطنا. عام الماضي ما طلعنا بتعرفوا انه كان في كورونا وحظر، بس السنة الأجواء كتير حلوة، وكل عام وانتم بألف خير شعب سوريا وجميع إقليم كردستان العراق.